اشرب ولا جيجا. ها باشا، انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين يا بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني يا روح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير مصالح، وبصراحة باشا ما كانش عليه اي حاجة. ما كانش عليه اي حاجة. لا كان عليه يا روح امك، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح عيال النهار السود، عيال مين بس؟ انا والله العظيم ما عملت حاجة. لا عملت، لا عملت يا روح امك، عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه لنا هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي، تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعه. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا، انا عامل لك مفاجاه. ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه؟ كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله، انا في عرضك. اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا، الكذب خيبه، انا هجيب من الاخر. بصراحه باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد، بس والله العظيم انا بلا دعوه باي حاجه. انا كل اللي عجبني في الهارد شويه الافلام الثقافيه اللي كانت موجوده، قلت هدي جيجا انقلهم على فلاشه من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجه، يعني قلت اشوف لهم بيعه كده ولا كده واعمل بيهم اي مصلحه. ساكن فين المصالح بتاعك ده؟ هرب. ساكن في الهرم يا باشا، في الهرم. اديني عنوانه يالا. اديهولك يا باشا، بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه، يا روح امك، لو في عقله هنجيبه. بنتك اللي خلفتها وربيتها عشان تفرح بيها خرجت عن طوعك واتجوزت من وراك. طب يا ترى العيب فيها ولا فيك؟ حتى لو العيب فيها ما هو برضه منك. واللي اتجوزته الاخر راح ومحدش عارف هو فين. يا ترى انت فين يا آدم؟ فين بنتك؟ فين؟ عايز ايه من بنتنا؟ عايز بنتكوا فين؟ ماليش فيكوا. عايز منها ايه؟ فين هي؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ اصبري عليا، قسما بالله العلي العظيم لو ما رجعت عن اللي في دماغك ده لماسك دماغك تحت رجلها وفرمها. سامع ولا لا؟ عيب الكلام اللي انت بتقوله ده يا سيف. مش عايزاك. هو بالعافيه؟ ايوه بالعافيه، بالعافيه يا بنت. انا لسه سيف الحديدي ولا نسيتي؟ بان عليك بتنسي او بقيت غبيه؟ لا كنت غبيه لما استحملتك السنين اللي فاتت دي كلها واستحملت حالتك المريضه وصبرت عليها. وهتصبري العمر كله غصب عنك. عيب عليك كده يا سيد. انت كده تجاوزت كل الحدود. ايه يا اخي؟ مش عايزك، انت ما بتفهمش. بقول لك يا بنت، انا ممكن اقتلك واتحرم منك مع اني بحبك، ولا ان الناس تقول عليا مخلوعه. حاولي تفهمي اللي بقوله كويس بدل ما حصرك على اهلك الطيبين دول وانت اولهم. ايه؟ ايوه تهديد. لو ما رجعتيش عن اللي في دماغك ده هو ده اللي هيحصل. انا سيف الحديدي. للمره الثانيه خافي على اهلك وخافي على نفسك. اظن كده انا عملت معاك اخر واجب وخلصت ضميري كده. روح بيتي بقى وانا مرتاح. سلام عليكم. ضمير؟ ضمير ايه؟ هو ده عنده ضمير؟
هو ده بني ادم اصلا؟ هو عنده كرامه؟ اسمه شوقي غريب ابو الليل، وصاحبه عاطف عبد الحميد السكري. انت عارفه لو كلامك ده مش مظبوط يا حنان انا هعلقك. بص يا باشا، انتوا لو عملتوا كبس عليهم دلوقتي هتلاقوا كل المسروقات اللي تثبت كلامي. اديني عنوان. عبده مع ام سيد الدلاله دي مرضعه الحته كلها وطول عمرها معمصه. ما هو ده اللي مجنني يا بطه، فيها ايه ام سيد احسن مني؟ صراحه جوزك ده نفسه حلو قوي. كتول قرف، مش طايقاه ولا طايقه ريحته. صراحه هو مقرف قوي، لازم اتطلق من عبده. اهلا اهلا بابو ريحه. الله يريحك يا اختي، ريحتي ان شاء الله ابطل. ريحتك اللي فاحت قوي يا عبده مالت الحته كلها. الله الله الله، انتي برضو صدقتيها يا حماتي؟ ده كلام؟ دي بيتهيألها؟ متهيألي يا ضلالي، ده انا شايفاك بعناية دول يا غشاش يا واطي. بصراحه بقى كده كانت ساعه شيطان وراحت لحالها. خلاص بقى حاك عليا، سامحيني يا سامي يا مراتي يا ام ابني. اخسى عليك راجل واطي بصحيح. ساعه شيطان مع ام سيد يا راجل، حرام عليك، دي تتوه بالشيطان. الله، ما انا برضو معذوره يا جماعه، ما انا قاعد لوحدي طول النهار ومش لاقي حاجه اعملها، وانت برضو يا سامي سايباني كده ومش سائله فيا. الله، انا برضو مهما كان بشر وضعيف. وانا وابنك مش محتاجين واحد ضعيف زيك، هي كلمه واحده ورقتي توصل لحد عندي، فاهم ولا لا؟ كده برضه يا ساميه، انت اللي ابتديت بالغلط يا عبده. وخلاص جاي اقول حقكم عليا وصلح غلطتي، يبقى انا غلطان؟ في غلط ما ينفعش يتصلح، وهي كلمه واحده، هتطلقني بالذوق ولا افضحك؟ انا ما قلتلوش دراع يا ساميه. بس ممكن تتكسر رقبتك يا عبده. وصلنا لمعلومات مهمه جدا في قضيه ادم سعادتك. وصلت ليه يا عبقري؟ قول لي. اللي سرق الهارد واحد اسمه سمير مصالح ومختفي بقاله فتره. الهارد فين؟ الهارد معاه، بس ما تقلقش سعادتك لاننا قبضنا على شريكه سيد جيجا. هتقعد تقول لي بقى مصالح وجيجا، مين جيجا ده كمان؟ جيجا ده سعادتك كان صاحب مصالح وكان واخد نسخه من الفيديوهات على هارد تاني، بس لما حس بخطر مسح الهارد، وخبير الكمبيوتر اكد لي ان احنا ممكن نرجع كل الداتا اللي كانت موجوده على الهارد لو عملنا ريكفر للهارد. وبكده يا فندم هنلاقي فيديو جريمه القتل اللي هيكشف لنا الحقيقه كلها. وبكده يا فندم مش هنوصل لاي حاجه، لان مفيش دليل. لازم تحط ايدك على دليل عشان نعرف نقفل القضيه. مهمتنا دلوقتي ان احنا نوصل لادم ونقبض عليه وبعدين نسلمه. كده بقى احنا خلصنا شغلنا، هما بقى يدينوه يبرقوه، ملهاش دخل فيه. مفهوم؟ مش ده كلامك ولا ايه؟ لا يا نادر. تقول ايه؟ ادم في الاقصر؟ انت متاكد؟ طب ايه في الاف؟ اف يا ابني اديني الأسر بسرعة. قلبي وجعني عليك قوي وصعبان عليا خصمنا ده. ده احنا ملناش غير بعض يا بابا، معقول قدرت على بعضي؟ ده انا بنتك الوحيدة. أنا مش زعلانة منك، وكل أملي ما تزعلش أنت كمان مني يا بابا. يا بابا أنا عملت الصح، ما غلطتش. يا رب حنن قلب وهدي عليا يا رب. لو كان قدرنا الشيطان يدخل بينا ويفرقنا ويوجع فينا بالشكل ده، زيحوا عننا يا رب. ده احنا غلاب ومالناش غيرك. يمكن اكون اتسرعت لما رحت واتجوزت ادم بالشكل ده، بس ده المقدر وده النصيب. واكيد اكيد يا رب ليك حكمه في كل ده. يا رب. طب قولي انت مبسوطه في شغلانه جديده دي؟ انا وحتى لو مش مبسوطه، انا ما صدقت الاقي شغلانه أصرف بيها على نفسي بدل الحجة لأي حد. هو أنت لسه متخانقة مع باباكي؟ لسه مقطعني، ورغم إن المحل بتاعه جنب البيت وبعدي عليه في الرايحة والجاية، بس ما بيكلفش خاطره ولا يبصلي ولا يسأل على أي حد.
ايوه بس ده باباكي، يعني ازاي هاين عليه؟ معذور، انا اللي عملته فيه مش شويه. بصي يا نانسي، انا اتجوزت في الحلال بس من وراها برضو، وبابا طول عمره مش عاجبه ادم ومش مالي عينه، معرفش ليه. ادم؟ طب انا لازم امشي، انا اتاخرت. لا ثواني، خدي دول يانا. ايه دول؟ دي حاجه بسيطه تساعدك في المصاريف. لا يا نانسي انا اسفه، انا ما اتعودتش اخد حاجه من حد. انت ليه بتقولي كده يا انا؟ الكلام ده تقوليه لحد غريب ولما يكون الفلوس دي مش من حقك، لكن دي مني انا وده حقك. ما هو جوزك اللي كان المفروض يكون جنبك دلوقتي وبيصرف عليكي ومتحمل مسؤوليتك مش موجود جنبك بسببي. يبقى ابسط شيء اقدر اعمله له ان انا اقف جنبك لغايه ما هو يا ستي يبقى موجود، وبعدين يبقى اعملي اللي انت عايزاه. معلش انا اسفه، برضو مش هقدر اخد منك حاجه، انا دلوقتي بشتغل ومكفيه نفسي. ارجوكي لو بتحبيني اوعي تعملي كده تاني. احبك يا بنتي؟ انا نفسي تعتبريني زي اختك. عارفه يا نانسي، انا الاول كنت كرهاكي جدا ومش طايقاكي، اكمنك انتي السبب في ضياع ادم مني، بس لما عرفتك حبيتك قوي. وانا صدقيني انا بحبكوا قوي، بحس ان انتوا شبهي. كنت فاكره ان خلاص الناس اللي كده ما بقتش موجوده، لكن انتوا اثبتوا لي ان لسه في ناس جدعه وكويسه ونفسيتها طيبه، بس انا اللي ما كنتش عارفه ولا حاسه. احنا ناس غلابه وعلى قد حالنا. لا يا هنا، كلنا غلابه، بس حالنا هو المفروض يتعدل ويبقى على قدنا. احنا ناس كويسين قوي، ناس كبار، كبار باخلاقها ومشاعرها وحبها للناس، بس المفروض نزيد، المفروض نزيد ونكتر عشان الدنيا دي تتغير للاحسن. ازاي بس واحنا في زمن لازم نغير فيه جلودنا عشان نعرف نعيش؟ معاكي حق. انتي عارفه يا هنا، انا ساعات بحس ان معرفتي بيكو جات رحمه ليا. انت مش عارفه انا كنت فين، انا كنت خلاص شايفه الدنيا سودة، حاسه اني وقعت ومش عارفه اقف على رجليا تاني. لكن من ساعه ما عرفتكم حسيت ان لسه في امل رغم كل المصايب اللي احنا فيها. لما بشوفكم بحس بدفى. ياه كلامك حلو قوي. صدقيني انا ده مش كلام، ده بجد اللي انا حاسه بيه ناحيتكم. ربنا يديم المعروف بينا يا نانسي. مساء الخير. سهلا، اي خدمة؟ حضرتك عم عبيد والد هنا؟ انا حضرتك تعرفيها منين؟ انا اسمي نانسي، حضرتك متعرفنيش، بس انا اعرف ادم وهنا كويس، وكنت جاي اتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. حضرتك تعرفيني وتعرفي هنا وادم، انا بقى ادم المؤاخذة معرفش حضرتك، يبقى ايه الأمارة ان انا اتكلم معاكي في موضوع يخصني ويخص اهل بيتي؟ بأمارة حاجتين. اول حاجة ان اللي عرفه يعني ان ولاد البلد الجدعان اللي على حق لما يجي لهم ضيف لا يمكن ما يكرموهوش ولا يسمعوا له. ماشي، تفضلي حضرتك، احنا برضو بنفهم في الاصول شوية، تفضلي. تاني أمارة بقى، إن عشان أنا فعلا مش من أهل بيتك زي ما أنت بتقول، ده اللي أكد لي إن أنا الوحيدة اللي ممكن أتكلم معاك في الموضوع ده. مش غريبة شوية إن الغريب هو اللي ممكن حد يسمعه في موضوع يخص أهل بيته؟ شوف يا عم عبيد، أنا بشوف إن الإنسان اللي عنده مشكلة مع أهل بيته ما بيرضاش يتكلم معهم هما بالذات في الوقت ده، لأن أي حد فيهم بيجي يتكلم معاه بيبقى حاسس إنه أكيد يا بيتكلم عشان مصلحته أو عشان الموضوع يخصهم. لكن أنا الوحيدة اللي لو اتكلمت معاك ومشيت، بعد ما امشي لو قعدت فكرت فيها هتتأكد إنه أكيد مش عشان مصلحتي، لأن أنا ماليش أي مصلحة في كل ده،
يبقى اكيد دي واحده كانت جايه تشهد شهاده حق. بس شهاده حق في موضوع كله غلط في غلط؟ طب ده حتى يبقى عيب في حقك. هنا ما عملتش حاجه غلط يا عم عبيد. هنا اتجوزت الانسان اللي بتحبه. مش احسن ما كانت تروح تتجوز جوازه مصلحه ولا فلوس، وساعتها كانت كل الناس هتقول على اهلها انهم باعوها، وده كان هيبقى عيب في حقك انت بقى يا عم عبيد. يا عم عبيد دي بنتك. بنتي؟ لا يا انسه، انا مش بنتي، انا لا خلفتها انا ولا ربيتها، انا دي بنت فجره. عارفه دي لو بنتي صحيح كانتش حطت راسي في التراب، لو بنتي صحيح ما كانتش كسرتني في وسطها الحتفي، لو بنتي صحيح كانتش راحت اتجوزت من ورايا. اتجوزت ايه؟ عارفة انا دي لو فكرت شوية صغيرين كانت عرفت ان انا قلبي على مصلحتها، لو فكرت شوية صغيرين كانت عرفت ان ادم بظروفه ومشاكله مش هو الراجل اللي تتجوزه، ولا هو الراجل اللي تعرفه اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ادم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا متاكده ان كل الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده من ورا قلبك. انت اكيد خايف عليها، انا ما بقولش لا، بس اللي انا متاكده برضو منه ان هو كمان بيخاف عليها، ودي بقى شهاده الحق اللي انا جايه اشهدها يا عم عبيد. بص يا عم عبيد، انا هسالك كام سؤال وهسيبك لضميرك وامشي. لو شفت راجل، وانت راجل عندك بنت وستات في بيتك، راجل غريب بيحاول يتهجم عليها ودخل دفع عنها وعن شرفها وهو ما يعرفهاش ولا ليها باي صله، تقول عليه ايه؟ اقول عليه راجل شهم وابن اصول. تمام. طب لو شفت راجل في يوم الايام دفع عن واحده عشان ينقذها من الموت وعرض نفسه للموت مع انه كان ممكن يجري ويسيبها وهي لا تخصه ولا حتى من دينه، تقول عليه ايه؟ اقول عليه راجل ابن راجل وجدع وشاف. انا بقى كل ده ادم عمله عشان يا عم عبيد، وانا لا اعرفه ولا من أهله ولا مراته ولا أي حاجة. مين بقى الراجل اللي ما يتمناش إنسان زي ده لبنته؟ فكر يا عم عبيد، في يوم من الأيام هتتأكد إن كلامي صح، هتتأكد إن آدم ده الراجل الوحيد اللي ممكن يصون بنتك، وإن كان يعني على مشاكله فقدر ربك يحلها له. أنا قلت اللي عندي يا عم عبيد، وأسفة إني اتدخلت. سلام. ادم اصحى يا ادم. شامبي وداخل لك لوحدي، ما رضيتش اخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرئك، اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت، الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس، انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع الطيار.
يا باشا اللي بيمشي مع التيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا. يا ادم ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف؟ انت في بيت ربنا. ما تخافش. والله العظيم ثلاثة، والله العظيم الكلام اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا آدم، وأوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا آدم، قلت إيه؟ وانا مصدقك يا باشا. اعلن مصدر مسؤول بوزاره الداخليه انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الامنيه المختصه بان الارهابي كان يختبئ بمدينه الاقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له اساسا يا نانسي، واهدي شويه. بروحك ليه هيفيد بايه؟ ولا حاجه. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني. ادم دلوقتي محتاج للي يدافع عنه بشكل قانوني. انا هروح له، انا هروح له. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، دي طرف بسيط في القضية وبرقة مضمونة بإذن ربنا. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة عليه هو اللي يتظلم، وحاسة إن أنا متكتفة، الإحساس ده هيجنني. هذا وقد أفادت الجهات الأمنية بأنه قد بدأ التحقيق مع الإرهابي المدعو آدم أمين عبد الحي للتعرف على باقي أفراد الخلية، وينتظر أن يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن. وسوف نوفيكم بالمزيد من المستجدات في حلقاتنا اللاحقة. يا لهوي، قبض عليك يا ضنايا، قبض عليك يا اخويا. قلبي عندك يا صبرا يا اختي. شفت اللي حصل يا خالو؟ شفت يا بطل. الناس بره ما بتتكلمش الا في حكايه ادم عبد الحي الارهابي اللي مسكوه. ابني بريء، ابني عمره ما كان ارهابي ابدا. ادم مظلوم، انا متاكده انه مظلوم. انا هدور عليه لغايه ما الاقيه واجيب له اكبر محامي في البلد. بجد يا عامر؟ طبعا يا صبرا، ادم ده ابني. ربنا معاك يا ادم، هيوقف لك ولاد الحلال يا رب يا رب. ادم امين عبد الحي، طالب في سنه رابعه بكليه الاداب قسم اجتماع جامعه القاهره، بتعمل كسائق دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، السن 28 سنه، ومقيم في بولاق ابو العيله. ادم، انت متهم بقتل شخص امريكاني على ارض مصريه وسرقته والانتساب لجماعه ارهابيه دوليه. ايه رايك في الكلام ده يا ادم؟ باشا، الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجه صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ طيب مش بعترف، بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعه كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعه؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا.
وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح لك لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعتش يا باشا. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحدي. تاجي هتسيء علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. ما البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب مالهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. حيات أمك يا آدم يا عبد الحي، لعلقك وأخليك عبر كل من يفكر يقف وش العصابة. آدم أنت كنت بتعترف إنك أنت قتلت. آدم من فضلك اطلع برا. أنا مكاني مش هنا. مش هنا. يعني دخلت كلية الشرطة عشان أدافع عن حقوق الناس. مش عشان أهدر حقوقهم. يا رب. ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها وصلت الحاجة؟ الريكفر تم بنجاح. والفيديو اهو. الحمد لله الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة آدم. ايه ده؟ فين بقيت الفيديو؟ بقيت الفيديو باظ، بس الحمد لله احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا، انا طلعت صح يا باشا. وإحساس اللي سعادتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك. دي الحقيقة اللي سعادتك مش عاوز تصدقها. بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمن لي بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو. فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. وأنت على هنا. البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟
كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. إيه يا شمبي؟ أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام، أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أمال عاوزني أكلمك إزاي؟ وأنا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه. باشا أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا أنا ولا أنت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. سيف باشا، أنا طلعت صح يا باشا، وإحساس اللي ساعتك قعدت تتاري عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف ساعتك، دي الحقيقة اللي ساعتك مش عاوز تصدقها، بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمن لي بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. ما أنت على هنا، البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟ كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. إيه يا شمبي؟ أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام، أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أمال عاوزني أكلمك إزاي؟ وأنا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه. باشا أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. اعتقلها بتهمة ايه سعادتك؟ متورطة معاه. متورطة في ايه بالظبط؟ في الفيديو. عشان هو سعادتك اعترفت بالفيديو؟ اصل الفيديو ده لا انا ولا انت ممكن نفصل فيه، الفيديو ده لازم يجي خبير هو اللي يحكم ما بيننا، ولما الخبير بقى سعادتك يبقى يثبت تورطها، ساعتها بقى اعتقلها. عن اذنك يا باشا.
يا فندم. اتأكدت سعادتك وشفت بعينيك ان ادم بريء؟ واضح انه كان بيدافع عن نفسه وقتله بالخطأ. الحمد لله. يعني انا يا فندم احساسي من الاول خالص كان صح؟ ايوه، بس اذا كان الفيديو ده صحيح. يعني ايه في حالة ان الفيديو يكون صحيح؟ هو ايه اللي هخليه مش صحيح يا فندم؟ قصدي يعني مين من مصلحته انه يركب فيديو زي ده؟ هو العقيد سيف يا فندم سبقني ونقل وجهة نظره لحضرتك. سيف عنده حق، الجماعة دول عندهم التقنيات اللي تخليهم يعملوا اكتر من كده. ايوه بس لو فرضنا ان الفيديو ده صحيح يبقى ادم بريء. ايوه بس الفاصل هنا هو الخبير، خصوصا ان الفيديو جاي منفصل مش على الهارد المسروق من مسرح الجريمة. يا فندم يا فندم صدقني دي جريمة دفاع عن النفس مش اكتر. انا معاك انها ممكن تكون كده، بس الاعلام كبر الموضوع دوليا وفي جهات كتير برا مصر بتتابع التحقيق. يعني ايه؟ يعني حتى واحنا معانا الدليل مش عارفين نسبة براءته؟ احنا جهة ضبط واحضار، النيابة هي اللي بتحقق، ما احنا اصحاب القرار. وعلى العموم الفيديو ده خلاص انا حرصته وهحطه في الملف بتاعه. سافر؟ يعني ايه؟ انا وطنط ودكتور جورج شايفين ان ده احسن حل يا نانسي. انت يا بابا شايف ان ده احسن حل؟ ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانت عارف رأيي فيه كويس. ايوه يا بنتي، بس انا اب، اب ما حلتوش غيرك انت واخوكي، واخوكي راح وما بقاليش غيرك. حطي نفسك مكاني انا نسي. انا مش بقولك سافري وسيبيه في ورطته، لا احنا مش قلالات الاصل، انا بقولك سافري وانا مستعد اجيب له بدل المحامي 10. ده موجودك هنا خطر عليك، ولو دخلت في الموضوع ده واتحبستي انا هبقى في حاله صعبه جدا جدا ومش عارف افكر خالص. انما وانت في امان اعتقد ان انا هقدر افكر كويس وبدون ضغط، وساعتها هقدر اساعده. باباك عنده حق يا نانسي، وصدقيني اي حد عاقل لازم يشوف الكلام اللي هو شايفه ده. وجودك هنا اكبر غلطه. صدقيني يا نانسي ده مش وقت عند. الصح اننا وقت الازمات نفكر بعقلنا مش بعواطفنا وقلبنا. وادم لما قتل كان بيفكر بعواطفه ولا بعقله؟ انا لو سمعت كلامكم ده حتى لو كان صح اخسر نفسي، احس ان انا بني ادم انانيه ما بتفكرش غير في نفسها وبس. الانسان اللي يتخلى عن حد ضحى بكل حاجه عشانه من غير اي مصلحه يبقى قليل الاصل. ما اعتقدش يا بابا انك تحب ان بنتك تبقى قليله الاصل ولا ايه؟ بتعمل ايه عندك يا شوقي؟ انا ما ترد. ايه يا عاطف انت بتشك فيا؟ انا ده انا شوقي. وعشان انت شوقي لازم اشك فيك، لانك طول عمرك خسيس وواطي. فاكر التعبان يا شوقي؟ ايه يا الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ حنان ولا هتنكر انك نسيتها دي كمان؟ عايز تهرب بعملتك السودا وتعقني فيها لوحدي؟ لكن ده بعدك وحياة أمي لأبلغ البوليس يا شوقي وأوديك في 60 داهية. ولا شوقي، انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. ما عملتلكش حاجه يا ابن الناس، انت اللي كنت عايز تقتل بيا يا شوقي، انت اللي كنت عايز تقتلني يا شوقي.
هنا. نعم. اهلا بعروسة الهنا. انت هتهزر معايا؟ يلا غور من وشي بدل ما اطلع همي فيك. همك انت اللي سببتي فيه لما خليت عيل صايع زي ادم يضحك عليكي ويجري. انا متجوزه ادم في الحلال وقدام الخلق كلها بقولها اهو. انا وادم متجوزين على سنة الله ورسوله ومعايا ورقه الجواز اهي. اهي اللي ما بيشوفش يشوف. بجد يا هنا؟ امتى حصل الكلام ده يا استاذه هنا؟ اهو حصل وخلاص. معقوله عملتي كده يا هنا؟ هعمل ايه بس يا ام مينا؟ ما انت عارفه الظروف. وانت يا واطي اوعى تهوب ناحيتي او ناحيه بطه مره تانيه، هديك بيك جزمه. ولو انت فاكر ان ما وراناش رجاله تبقى غلطان قوي، احنا نفسنا رجاله وبعشره من عينتك يا عجل. شايفين البجاحه ماشيه معاه في السر، وغير كده متسطره كمان على مجرم وارهابي. الله العظيم حاجه غريبه يا جدعان. اختش عيب يا عم ديسي وسيب الناس في حالها. نزل ايدك يا بلاش غير اهواجي كمان اللي يتكلم معايا. الله يسامحك يا عم ديسي، على العموم اللي بيظبطك ربنا هيكرمه وهيرجع. بابل وكتاب الله لا يرجع وهتشوف. ليه بس الفضايح يا ديسي يا ابني؟ اما صحيح عجل. عارف يا ده يحيى، اخوك ادم ده شهم وجدع وراجل، واللي عمله ده يخليك رافع راسك في اي حته وفي اي وقت، ولو سمعت عليه كلمه وحشه تحط صباعك جوه عين اي حد. طبعا يا عم طارق ده اخويا ادم وانا عارف انه كويس، بس وحشني قوي. تعرفش عنه اي حاجه ولا اي اخبار؟ وحشنا كلنا، بس باذن الله هيبقى في وسطينا زي زمان. قول لي ليه ما بشوفكش عند مينا في السايبر؟ اهو معكش فلوس؟ لا لا معايا الحمد لله. خد، عايزك تلعب عند مينا كام ساعه في السايبر؟ لا يا عم طارق والنبي معلش مش عايز. يا ده انا زي اخوك ادم. يالا لا لا، ده غير ان عم مينا كمان قال لو عايز تيجي تلعب في اي وقت ابقى تعالى هلعبني ببلاش. هو زي اخويا ادم. طب اخوك ادم اللي بعت لك الفلوس دي، اسمع الكلام. هقول لك حاجه تسمعها، قول لي عامل ايه في التعليم؟ لسه زي ما هو؟ اهو بنروح زي ما بنروحش، فين وفين اما المدرس يخش يشرح حاجه وفي الاخر ما بيشرحش. ويجوا في اخر السنه يغشونا ولا بنتعلم اي حاجه، كل ده عشان يعدونا. لول عم طاهر، هم ليه بيعملوا معانا كده؟ عشان عايزينك تبقى حمار. ايه؟ عايزينك تبقى حمار. تفضل واقف في مكانك ليل ونهار، حبه هزار على استهتار، وانت ما بينهم بس اختار. زوغ غش وقول معلش، لازم تمشي مع الطيار. طبعا كل اللي اتعلمته دلوقتي كانه ايه؟ كانه بخار. وشال شنطه على كتفك قال يعني بقت فرقه، وهي يا دوب في الاخر بتعملها يا دوب عارضه. هتفهم امتى ولا ازاي؟ هتعرف امتى يوم تختار؟ مفيش قدامك غير حلين، يا تبقى حمار يا تبقى حمار. هتبقى ايه يا يحيى؟ لا طبعا مش هبقى حمار. جدع يا راجل زي اخوك ادم. بونجور. بونجور. اهلا بيكي معانا في الاوتيل. اهلا بحضرتك. انا اسمي فوزي مجاهد، زميلك في الشغل ومديرك المباشر. تشرفنا استاذ فوزي. في الحقيقه والدك ده كان استاذنا، واول ما عرفت ان انت بتدوري على شغل رحبت وقلت له اهلا وسهلا بيها، بالرغم ان احنا طالبين في الوظيفه دي حد معاه شهاده خبره، بس مش ممكن يكون والدك من قدام العاملين معانا هنا ما نشغلوش بنت. الحقيقه انا ما عنديش خبره كبيره في مجال الفنادق، بس انا لماحه وشاطره، واوعدك ان انا هتعلم بسرعه، يعني مش هتخسر حاجه لو جربت. وتحبي بقى اندهلك يا مدام سهام ولا انسه سهام؟ الحقيقه انا كنت متجوزه وانفصلت. اسف. لا لا خالص، مفيش حاجه، عادي يعني. وانا عايزك تاخديها عادي فعلا. وعلى فكره انا مطلق، وهحكي لك الموضوع ده بالتفصيل بس في البريك، اوكي؟ نورتينا مره ثانيه. ميرسي قوي. ميرسي. السفاره الامريكيه طالبين التحقيق مع ادم بره مصر. بره مصر فين معاليك؟ في اي سجن من سجونهم في امريكا الجنوبيه. نعم ده لا يمكن يحصل يا فندم. ده بقى عيب معاليك اللي معاليك بتقوله ده، يعني احنا نشتغل ونخطط ونتعب ونترمي بالليالي بره بيوتنا ونقبض على الولد ونسلمه لهم كده على الجاهز، ده بقى ظلم معاليك. وبعدين لا مؤاخذه عايزين ياخدوه بره مصر ليه؟ خايفين يا سيدي لنطبطب عليه، اكملوا بلدياتنا. يا فندم لو سيبناه يسافر هيتظلم وهنفقده، انما لو رفضنا طلبهم وطلبنا التحقيق جوه مصر هيبقى تحت عينينا وهنضمن له محاكمه عادله. على العموم القياده السياسيه لسه ما ردتش على الطلب، وده احنا مستنيين لحد ما نشوف هيحصل ايه. يا باشا والله العظيم قتلته بالغلط يا باشا، ده كان صاحبي يا سعاده الباشا وهو اللي كان عايز يقتلني، وانا كنت بدافع عن نفسي والله. ماشي يا عاطف، الجريمه دي كانت دفاع عن النفس، وسمير مصالح يا روح امه كانت دفاع عن النفس برضه. مصالح مين يا سعاده الباشا؟ اعترف يلا. والاجنبي اللي سرقتوه قتلتوه؟ الاجنبي لا، الاجنبي لا يا سعاده الباشا،
احنا سرقناه بس ما قتلناهوش، ما قتلناهوش والله العظيم، ما قتلناه يا بيه، والله العظيم ما قتلناه، ورحمه ابويا في تربته ما قتلناه يا سعاده الباشا. للاسف سيف والمدير ما اعترفوش بالفيديو. يعني بيشككوا فيك منه مش على هارد اللي اختفى من مسرح الجريمه. بيشككوا فيه؟ ده فيديو، هي صوره يتلعب فيها بالفوتوشوب. طب وده معناه ايه؟ طلبوا يحولوه الخبير، وبعدين مستنيين رده، وربنا يستر. ايوه يعني هو الخبير ده ممكن يرفضه؟ يا نانسي المشكله مش في الخبير، لانه لو فحصه اكيد هيكتشف ان هو حقيقي ومش ملعوب فيه. امال المشكله فين؟ ادم الامريكان عايزين يحققوا معاه هناك. نعم. المشكله بقى لو رد الخبير اتاخر ده مش في مصلحتنا، لانه ممكن يوافقوا ان هو يروح هناك عشان يتحقق معاه، ما انتوا عارفين النظام بتاعنا. يا نهار اسود. طب دلوقتي الحل ايه؟ مش عارف. انا كل اللي حاسس في نفسي ومقصر فيا ان انا اللي قلت له يسلم نفسه، انا اللي قلت له ان ده الاسلم ليك، انا اللي وعدته ان انا هقف جنبه وهساعده لغايه لما اثبت براءته. صدقني يا ريتك ما نصحته، ويا ريته ما صدقك. هلاقيها منين ولا منين بس يا رب. كويس انك عديتي عليها في الشغل قبل ما تروحي. انا قلت اعدي عليكي بدل ما تروحي لوحدك، اهو نونس بعض في الطريق. كتر خيرك يا سامي. المهم طمنيني، انت عامله ايه دلوقتي؟ والله مربوطه في ساقيه ما بين الشغل وتربيه ابني. هو طريقك لسه مضايقك؟ ما تجيبليش سيرته والنبي يا هنا، اللي عايش على قفايا طول الوقت قاعد بس يلف لي في حشيش، هو ده اللي فالح فيه. يا اختي بركه انك خلصتي منه بلا قرف. الحمد لله. بس انا اللي حرق في قلب ابني، حاسه كده انه هيتربى من غير اب زي ما يكون يتيم. بس انت طبعا لا يمكن ترجعي له عشان الوقت. ابدا، قطعه وقطعت سيرته. جت يا بت. بقول لك ايه يا ساميه، انا عايزه اطلب منك طلب بس اوعي تكسفيني. خدي دول مني. ايه دول يا هنا؟ اصلا انا النهارده قبضت اول مرتب ليا، وعايزاكي تاخدي دول حلاوه القبض يعني. متشكره يا هنا، انا الحمد لله بشتغل ومستوره، خلي فلوسك. ما انا عارف، بس دول عشان تشتري بيهم حاجه لعبد الله. والله انا ما مخلياه عايز حاجه. يا ستي اعتبريها هديه مني ليه؟ هنا انت دلوقتي بتشتغلي وبتصرفي على نفسك، هتصرفي علينا كمان؟ انا ايه وانتوا ايه؟ احنا دلوقتي بقينا اهل، ولا انت عايزه تعملي فرق بينا؟ ابدا والله، ربنا اللي يعلم معزتك عندنا عامله ازاي. احنا بنحبك قوي يا هنا، عشان كده لازم تقبليهم مني. ده النبي قبل الهديه. وحياه ادم يا سامي. حياه ادم. يا جماعه في قصيده النهارده عايز اسمعها لكم. القصيده دي وانا بكتبها كنت موجوع قوي. بتقولي القصيده دي بقى: اسمعيني يا مصر مره، عندي ليكي كلمتين. اسمعيني يا مصر مره، ريحي جرح السنين. حل دمعه اه مره، حيشه يوم ضحكه حزين. حل دمعه اه مره، حيشه يوم ضحكه حزين. لو عيون الطفل لمع قلق صدر الكون براح، وإن لمحت في عينه دمعة ترتعش فيا الجراح. وقت ليلك ببقى نور، وقت ضعفك ببقى نار. يجي ليلي تبني سور حايشة بيه عني النهار. هو يعني أنا مش ضناكي؟ أعمل إيه علشان رضاكي؟ ببني فيك سنين وعلي، وإنتي هدماني تملي. مستحيل ترضي بذلي، ولا ذلي ليكي رحمة؟ هو ذلي ليكي رحمة؟ عر كتفي تلاقي وحمي، لونها لونك مش بلومك، بس بصرخ من اللي فيا ألف آه، ألف آه حيشة مدارية ألف آه. طبطبي بإيدك عليا، وارمي دمعك بين إيديا، قلبي حمال الأسايا. وسلميلي على الحبايب والغلابة الطيبين، الغلابة الطيبين خلصوا مني الكلمتين. يا
الجماعه طبعا انتوا عارفين ان الكلام ده مش لمصر ولا لشعبها ولا لارضها، الكلام ده للنظام اللي بيمثلها وللاسف بيمثلنا، النظام الفاسد، النظام الظالم اللي محسسنا بالغربه واحنا جوه بلدنا. واكبر دليل على كده ادم عبد الحي، الشاب المصري الشهم الجدع اللي رفض يدي ظهره للغلط ويقول انا مالي، ودافع عن شرف اخت لينا من غير ما يعرف هي مين ولا حتى يعرف ايه ديانتها. والمفروض ان ادم كان بيعمل الصح، لكن الصح في وجهة نظر النظام ارهاب، ولو كان ادم في نظرهم ارهابي ففي نظرنا احنا شاب مصري شهم جدع، وده مش غريب ولا جديد على رجالة البلد دي. وبالمناسبة دي يا جماعة احب اعرفكم بالعضو الجديد في الجمعية، كريم كارم ابو المكارم. نانسي، نانسي يلا بينا نروح دلوقتي، انا جبتك هنا علشان تهدي وتقدري تمسكي اعصابك شوية، بس مش مفروض نقعد هنا اكتر من كده، كفاية اللي انا فيه، انا بقيت غصب عني حاسس انك معرضة للخطر باستمرار في كل لحظة بتمر بينا. مش هروح يا بابا، مش هروح ومش ههدى غير لما اعرف اجابات على حاجات كتير قوي جواي. اجابات؟ اجابات ايه اللي عايزة تعرفيها؟ ليه القوي بقى دايما بينتصر على الضعيف؟ وليه اصلا الخير بقى دايما ضعيف؟ هو ايه؟ هو الكلام ده مش موجود غير في الافلام وبس؟ يعني الحقيقه ما فيهاش عدل؟ الحياه الحقيقيه اللي احنا عايشين فيها دي ما فيهاش عداله؟ قول لي يا بابا، عشان لو كده يبقى انا اكرم يا موت احسن. يا بنتي ارجوكي ابوس ايدك، ما تخليش غضبك يفقدك ايمانك بالرب. طب اخرة اللي بيحصل لادم ده كله ايه؟ صدقني يا بابا انا بقيت بجد بندم انه ساعدني، بقول يا ريته كان اتخلى عني، ما كانش زمانه بجد في اللي هو فيه ده كله. لا 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 نانسي، ما تقوليش كده، ده شيء طبيعي جدا بالنسبه لشاب شهم نبيل زي ادم، كان لازم يتصرف كده في الظروف دي. شاب يعني انسان صح؟ يعني انسان من حقه يعيش ويدوق طعم الدنيا الحلو قبل ما يفارقها تاني، ولا يبقى مشواره كله تعب في تعب كده ما دقش يوم حلو في حياته؟ ده حرام. نانسي يا بنتي انا مقدر ظروفك ومشاعرك والحيره اللي انت عايشه فيها، بس ارجوك احنا لازم نقوم دلوقتي حالا علشان انا احرف افكر ازاي هنخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي. يلا يا بنتي، يلا يا حبيبتي. حاضر. بقول لك يا شلونس. ايه يا حبيبي؟ ما تيجي بقى نقف من هنا ونطلع البيت، انا عندي مشوار كده اروح. روح انت خليك في ليلتك. ليلتي ايه يا عم؟ انا خلاص نفسي قفلت من كل الكلام ده. انت ليه يا ابني مش عايز تصدق ان انا اتغيرت؟ انا مصدق ان انت اتغيرت، بس للاسف مفيش وقت نفكر في اي حاجه غير ادم. عندك حق. ما تيلا يا جماعه نروح، مستنيين ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي بقى اوصلك. طب يا جماعه انا عندي مشوار راح اقابل استاذ منير، بالليل نتكلم بقى. سلام. اوكي سلام. لا يا كريم مفيش داعي، انا هروح لوحدي. ليه يعني يا علي؟ انت ليه لغايه دلوقتي بتعتبريني ان انا غريب؟ ما بعتبركش غريب ولا حاجه، يعني متهيألي بعد اللي انت عملته مع ادم انا بجد بقيت بعتبرك زي اخويا. اخوكي؟ لا انا عايزك تنسي موضوع اخوكي ده خالص. انا بس كنت عايز انا وانت نقعد نتكلم مع بعض شويه ونفضفض شويه. نفضفض في ايه؟ في اي حاجه يا ستي، واحنا مش صحاب ولا ايه؟ ايوه يا كريم، بس الظروف اللي احنا فيها دي مش مخليه حد في دماغي يتكلم في حاجه. يا علي بس انا بصراحه معجب بيكي وبحبك. حسيت اني مخنوق، محتاج افضفض مع حد قبل ما ارجع تاني الجهاز. مالك يا هشام؟ شكلك مش عاجبني وصوتك جابني على ملا وش. تعبان قوي يا بابا، تعبان قوي، مش عارف الاقيها منين ولا منين، من البيت ولا من الشغل. افهم من كده ان عندك مشاكل في الشغل كمان؟ يا بابا انا شغلي نفسه بقى هو المشكله. مشكله زي ايه؟ بشوف افعال كتير قوي ودايما مش قانونيه. ازاي؟ فهمني. سيف الحديدي رئيس المباشر في الشغل دايما بيستغل سلطته غلط، وبيظلم الناس وبيهنهم وبيكهربهم وبيدوس عليهم بجزمته. كل ده غلط ومش صح وحرام، وانا مش عارف امنع ده ازاي. يعني هو هيقبض عليهم من غير ما يتاكد ان في تهم ثابته بتؤكد تورطهم في الجرائم؟
ايوه يا بابا ايوه. للاسف في ناس مننا كتير جدا ما عندهمش ضمير، ومنهم سيف الحديدي، بيستغلوا قانون الطوارئ وبيقبضوا على اي حد من غير لا تهمه ولا دليل. يا بابا قانون الطوارئ ده قانون غلط غلط، اتعمل علشان سيف واللي زيه يعملوا اللي هم عاوزينه في الناس من غير ما حد يقدر يحاسبه. شوف يا هشام يا ابني، قانون الطوارئ زي ما ليه محاسنه ليه عيوبه، واي حد ممكن يستغله صح او غلط، واكيد الناس اللي بيعملوا معاهم كده متورطين في جرائم. مش كلهم يا بابا، مش كلهم، ده منهم ناس غلابه قوي جريمتهم الوحيده ان هم ضعاف ما لهمش ظهر يصد عنهم الظلم. ما انت عارف ادم عبد الحي، انا حكيت لك عنه. ايه رايك بقى ان انا جبت فيديو يبرئه متصور من مسرح الجريمه؟ لا سيف رضي يعترف بيه ولا مديري في الجهاز رضي يعترف بيه، وقال ايه حولوه لخبير. عارف ليه؟ عشان الواد ده ضعيف غلبان، لو كان ابن حد من الكبار كان خرج من اول يوم ودخله حد مكانه، وكل ده عشان احنا بنستخدم قانون زي ما احنا عاوزينه. لا اله الا الله. يا بابا ده انا والظباط اصحابي نسينا القانون اصلا من كتر الوساخه اللي احنا فيها. اقول لك على حاجه، لو ظابط شاف واحد في الشارع شكله ما عجبوش ممكن ياخده ويعتقله ويبهدله ويعمل فيه اللي هو عاوزه ومحدش يقدر يتكلم. تقدر تقولي بقى يا سيادة المستشار عايش ازاي وسط الوساخة دي وحتى مش قادر اتكلم؟ يا بابا يا بابا، انا حاسس ان انا بعوم ضد الطيار، مش عارف هعافر لحد امتى، اكيد في لحظة هتيجي ونفسي هيتقطع وهغرق. يا ابني استهدى بالله وامن ان دي رسالتك في الحياة ولازم تعملها. مش عارف اعمل رسالتي صح في وسط ناس كل همها انها تخرب وتدمر كل حاجة، وكأننا اتخرجنا من كلية الشرطة عشان ندوس على البشر مش عشان نحميهم. يا ابني الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول صحيح موجودين، لكن ما تنساش ان في ناس طيبين اكتر. يا بابا الطيبين ما لهمش حظ في الزمان ده، احنا بقينا في زمن الشيطان هو اللي بيحكم، واللي بايعين روحهم ليه هم اسياد البلد للأسف. ما تسودهاش للدرجات دي، وخلي عندك نوع من التفاؤل. هيجي منين التفاؤل بس يا بابا وكل حاجة ماشية غلط حواليا، وانا ما قداميش غير حلين، يا اما ابقى زيهم واتخلى عن الانسان اللي جوايا، يا اما اسكت واموت قلبي وعقلي بايديا، وفي الحالتين هبقى بعت روحي للشيطان، يا اما بقى اشتري روحي واقلب على النظام كله. انت اتجننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده يوديك في 60 داهيه، وبعدين يا اخي ما تنساش احنا على الارض مش في الجنه. مش قادر، انا تعبت تعبت قوي لدرجه ان انا بفكر استقيل من شغلي واسيب كل الصراعات والوسخات اللي في امن الدوله دي. ده الحل اللي انت اخترته؟ انك تهرب وتتراجع؟ ده بدل ما تواجه وتنصر الخير على الشر. اواجه ايه بس وانصر ايه؟ انا خلاص تعبت من كتر ما باخد اوامر انا مش مقتنع بيها ولا موافق عليها. الصبر يا هشام، واوعى تسيب مكانك لاي حد، ولو اي حد كويس يئس وساب مكانه الدنيا هتبقى خرابة. احنا عايزين نتغير للأحسن. ربك كبير وموجود يا ابني، ربك كبير وموجود. فوق ايه؟ معاك للصبح. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمّوا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره، بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمن عليك؟ قلبي ياض كان متشحتف عليك، ها؟ مش تطمن قلبي بابا؟ عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقه اسمه حمادة عجلة، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس كان لا مؤاخذة يعني
شاذ. تفكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب تفكرش. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتني والله. والمرة تريح شوية. ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك انا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ عايز افهم. رد على رجلك. مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه انا؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! عايز تكهرب على حمك؟ كده اخويا اسمه حماده. ايه يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عجل. هبعت اجيب لك مسكن؟ الواد ده هيتساب مربوط كده وبتف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح افتح باب الزنزانه. ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكوا! هاتوا لي عربية إسعاف! وهاتوا هدومه! آدم! آدم رد عليا! آدم! حد يفكوا! آدم! آدم! يا نهار أسود! ينعلقوا شكلك يا سيف الحديد! آدم! حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه ينقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا يروح في سكين داهيه؟ نقله على فين؟ طب اقفل 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 بقى مش وقته اقفل. ماشي يا هشام بيه شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. آدم أنا آسف يا آدم. أنا يوم ما أقنعتك إنك أنت تسلم نفسك كنت واخد وعود إن أنت مش هيحصل لك حاجة. بالعكس كنت واخد وعود إن إحنا هنساعدك وهنقف جنبك عشان أنت عارف إن أنا أكتر واحد في الدنيا دي عارف إنك أنت مظلوم. بس فجأة لقيت انه بيحصل غير كده.
آدم، أنا حلفت يمين إن أنا أعيش عمري عشان أحقق العدل. فجأة اكتشفت إن أنا بقيت بحقق الظلم، وظلمتك أنت أول واحد. عشان كده يا آدم أنت ملزوم مني إن أنا أهربك، ودلوقتي حالا. يعني أنت مش عايز تظلمني وعايزني أنا أظلمك؟ أنت لو عملت كده تبقى بتضر نفسك. بعدين يا باشا، أنا بجد تعبت خلاص. اللي يحصل يحصل باشا. أنا أصغر بكتير قوي من اللي بيحصل لي ده. بجد مش قادر خلاص. عارف يا باشا، لما انت جريت ورايا وانا سبتك ومشيت، كنت متأكد ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت مش هتضرب. صوتك وعينيك كانوا بيقولوا ان انت ابن ناس. بس المشكلة ان هنا يقولوا كلمة ابن ناس دي على ابن الناس الأغنياء، مع ان انا متأكد ان اللي اخترع الكلمة دي كان يقصد ابن الناس الطيبين المحترمين اللي بيخافوا ربنا، وانا متأكد انك منهم. وانا لو ما هربتكش دلوقتي حالا ابقى ما بخافش ربنا. وانا بخاف ربنا قوي يا ادم. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اللي يرضي ضميره ويرضي ربه ربنا لازم ينجيه. ما تقلقش عليا يا ادم، ما تقلقش. طب انا يا باشا عملت اللي يرضي ضميري وعملت الصح ووقفت مع الحق، بيحصل معايا كده ليه؟ آدم، في ناس بيتهيألوهم إنهم انظلموا، وهما فعلا بيبقوا مظلومين قدام نفسهم وقدام الناس، بس ربنا وعد وعد، قال إن كل عبد من عبادي هياخد حقه 24 قيراط، وبعدين مش جايز يكون ربنا مستخدمك لحكمة معينة، ويا بخت اللي يستخدمه ربه. بعدين يا آدم ما تقلقش، صوت الحق هيعلى في النهاية. مهما عالي صوت الظلم دلوقتي، في الآخر صوت الحق هو اللي هيبان، هو اللي هيعلى. عشان كده أنت لازم تهرب دلوقتي حالا. أنا مرتب لك كل حاجة، مش فاضل غير إنك أنت تنفذه بس. يلا يا آدم. يلا ما تبصش على حاجة، أنا مرتب لك كل حاجة ما تقلقش. يلا فضل مولانا، فضل عبده، فضلوا أساتذة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جبت المأذون والشهود عشان نخلص الموضوع زي ما اتفقنا. مالك مستعجل قوي كده ليه؟ أنا لسه عاوز أتكلم مع سامية الأول. ما عادش بينا كلام، الكلام خلص. استهدي بالله يا سامية، ما يبقاش قلبك اسود كده. ده أنا عبده جوزك برضه. هانت عليك العشرة للدرجة دي؟ عموما يا ستي هقولها لك تاني وتالت وعاشر، حقك عليا. أنت مش هقولك عشان خاطر المرة دي، عشان خاطر الواد اللي بينا. الواد ده هيتربى أحسن لما يبعد عنك. يعني أنت خلاص مصممة؟ أيوة مصممة. ولما طلقتنيش هفضحك في كل حتة، وهقول عليك مدمن مخدرات، وهقول إنك عايش عال على قفايا، وهفضحك في كل حتة. ياه، هي حصلت للدرجة دي؟ طيب انت طالع يا سامية.
يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش، انا جايلك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقولك. بعدين يا فندم انا واجه اتهام رسمي المقدم هشام مطلوب قدام عليك، هو اللي هرب ادم عبد الحي وانا ذكر وادي كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم، ما حصلش يا سياده اللواء، كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كده كده. وحضرتك عارف ليه؟ انا يا فندم قاومته باقصى جهدي، بس هو خدني على اخوانه وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانه يا اخي؟ مش عيب عليك، ده انت ظابط، عيب عليك. ما تبطل بقى الحركات دي، عيب عليك انت. وانا عدتوا ايه؟ ده تبقى مصيبه، مصيبه وعدت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش عصدني؟ عايزين انا عيادة العمليه بفضيحه؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مدكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدوله، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق. واولكم انا. بعد اذن عليك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. خير يا خالي، طمني. الحمد لله. هتاخد الدواء ده وهتجري وتبقى زي الحصان ان شاء الله. اتفضل معانا يا دكتور. هجيب الدواء وراجع. استرها يا رب. استرها. ايوه ايوه. اوعى تكون فاكرني هسيبك تنام الليل بعد العملة السودة اللي انت عملتها يا هشام مدكور. قلت لك مش انا اللي هربته، قاومته وهرب مني. على الكلام ده مش عيب. ما تبطل بقى نظرية المؤامرة والشك اللي انت عايش لي فيهم طول الوقت. ده مش شك، ده يقين. واوعى في يوم من الايام تستخف بذكائي. انا سيف الحديدي. بص بقى يا سيف، عشان اريحك، عشان انا حاسك لا مؤاخذه واقف قدامي بتفرك. ايوه انا اللي هربته، واثبت اني هربته. لو شاطر وجدع يا سيف يا حديدي، اثبت ان انا هربته. ما انا عارف ان انت اللي هربته. حكايه بقى ان انا اثبت دي مش قضيتي، دي قضيتك مع الجهاز. يا حاسبوك يا حاكموك ماليش فيه. انا جاي هنا عشان اعرف حاجه واحده بس، هربته ليه يا شام؟ عشان مظلوم يا سيف، مظلوم. والاوسخ ان انت عارف انه مظلوم ومع ذلك حطه في دماغك ومستقصده. مستقصده؟ على اساس ايه؟ ان الباشا كان دفعتي وبغير منه من ايام الكليه؟ يا ريته كان دفعتك. ما هو لو كان دفعتك ما كنتش قدرت تعمل معاه حاجه. لكن للاسف، للاسف يا سيف، احنا في البلد دي كده، ما بنستقواش الا على الضعيف. حلو، يعني انت بتعترف انك هربت ارهابي، وارهابي حاطط النظام في شكل مش كويس. يعني انت بتتحدى النظام؟ انا بتحداك انت يا سيف، وقلتها لك قبل كده، لو ذكر اثبت ان انا هربته. بص يا سيف، انا عاوزك تجيب لا مؤاخذه حصيره وتفرشها قدام باب امن الدوله، وتقعد عليها وتقعد تعدد، وتقول اللي داخل واللي خارج هشام مدكور هرب ادم عبد الحي، وبرضه مش هتعرف تثبت. انت لازم تجيب حصيره وفرشه قدام باب امن الدوله. شكلك كده مش هتجيب البر يا شمام مدكور. انا على البر يا باشا. انت اللي غرقان في بلاويك وعقدك المكلكعه وغلك وحقدك على الناس. في مدرستك الوسخه اتعلمنا حاجات كتير قوي، وشفنا حاجات ما تتصدقش. شفنا ناس اتدفنت وهي صحية، شفنا شيوخ وانت ملبسهم بدل رأس، شفنا دكاترة ومهندسين ومحاسبين وناس محترمة وانت جايب مراتاتهم وبناتهم ومقلعهم عريانين قدامهم. انت مريض يا سيف، انت مريض سادي، لازم تتعالج، عشان وجودك وسطينا اكتر من كده خطر عليك وعلينا. بس يا دكتور على النصيحة الغالية دي، ان شاء الله قريب هاجي لك العيادة مرة تانية بعد ما تترفد ان شاء الله من امن الدولة. اسمعني كويس عشان مذكور، كل الكلام اللي انت قلته ده في الهوا. حقود وغيور وظابط حمار يا ابني، انت بتجيب المعلومة بعدها بسنة، يعني مؤاخذة كده
صلاحيه منتهيه معفنه. عموما احنا تلامذتك يا باشا. وبعدين على فكره عايز اقول لك على حاجه، اسهل حاجه ان انت تعذب بني ادم عشان تاخد منه معلومه، عارف؟ انا لما بحقق مع واحد وما بلاقيش عنده معلومه ما بحسش بالذنب، عارف ليه؟ لان عمري ما ظلمت حد. لكن الظالم اللي زيك عمره ما هينول رحمه ربنا. انت هتعيش يا سيف في سواد طول عمرك. السواد ده مش حواليك، السواد ده جواك. بص يا شباب، ما تكون بص انت يا سيف. يلا بقى علشان انا عاوز انام. انت بتطردني؟ طبعا يا باشا. يلا يلا ما تفكرش، يلا عشان تلحق. يلا يا ابن الجزمه يا مستفز، ده انت عايز 30 طلقه في دماغك. ادم، هو الضابط هشام شاف الفيديو وعرضوا على رؤسائه، بس هم شككوا فيه وطلبوا عرضه على خبير، بس ممكن الخبير ده يقول انه سليم ويثبت براءتك. انت بس انت، هم عايزين ايه تاني؟ معاهم شريط متصور فيه دليل براءتي اني بدافع عنك وعني، معاهم دليل براءتي يا ناس. يا ابني يا ابني، القضيه كبيره، واللي مات ده مواطن امريكي وبلده قلب الدنيا عليه. حلو، اللي مات مواطن امريكي ظالم وبلده بتدافع عنه حتى وهو ميت، هم احرار، تمام كده. انا بقى مواطن مصري ومظلوم، بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ بلدي ما بتدافعش عني ليه؟ ولا احنا بس اللي مكتوب علينا نتهان بره وجوه؟ احنا بس اللي تقع علينا صخره؟ احنا بس اللي نغرق في البحر ونغرق في عباره؟ احنا بس اللي يولع بينا القطر؟ في ايه؟ الصبر، الصبر يا ابني. طب مين عارف؟ مش يمكن الخبير ده يرد بسرعة ويقول إن الفيديو سليم ويثبت براءتك؟ وممكن ما يردش بسرعة، وممكن يشككوا في الفيديو واتعدم. أنا بقى أنا معاك إن البطء في تحقيق العدل ظلم، ظلم، بس هي دي الدنيا كده. الظلم لما بيزيد عن الحد، السما لازم تتدخل عشان تثبت قلوب المؤمنين بالله. ربنا موجود يا آدم وشايف كل حاجة ومش هيسيبنا أبدا. ادعي له يفك كربك. يلا يا عاطف، انت بصمتك اتطبقت مع البصمة المجهولة اللي لقيناها في مسرح الجريمة. يعني القضية لابساك لابساك. ما تعترف يا ابني بقى وتخلصنا. يا باشا، انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني، بس ما قتلناهوش، ما قتلناش. ما قتلناش، ما قتلناش. مش شوقي ده يالا اللي ظبطوك متلبس بقتله؟ هو اللي كان عايز يقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، فقتلته بالغلط، قتلته بالغلط. قتلته ليه يا عاطف؟ عشان كان عايز يغدر بيا زي ما غدر بسمير مصالح يا باشا. وغدر بيه ازاي؟ عشمناه اننا هنقبضه فلوس قصاد انه يدينا الهارد اللي سرقه مننا مرعي وبعهوله. وبعدين؟ لما قابلناه شوقي اول ما شافه راح هجم عليه وقتله. قتله؟ يعني كمان قتلته سمير مصالح؟ ده كده تلات جرائم يا حبيبي. مش انا، مش انا، والله العظيم يا باشا شوقي هو اللي قتل. انا كل اللي انا عملته اني ساعدته في دفنه، اكرام الميت دفنه يا باشا عشان ناخد منه الهارد. ولا عايزين ناخد منه الهارد يا بيه. ولا ونستر على كلمتنا. الهارد فين يالا؟ الهارد، الهارد، هقول قول هقول يا باشا. والله شوقي هو اللي كسر الارض وحرقه عشان كنا متصورين عليه واحنا بنسرق الامريكان يا بيه. يعني قتلتوه عشان تسرقوه؟ لا يا باشا، احنا لما دخلنا عليه لقيناه مقتول، قمنا سرقناه، بس مش احنا اللي قتلناه، مش احنا اللي قتلناه، والله العظيم احنا اللي قتلناه. انت هتعدي يلا اخلص.
اتأخرتوا كده ليه؟ معلش خشوا. اتأكدتوا انه محدش ماشي وراكم؟ ما تقلقيش اطمني، خدنا بالنا كويس. طول عمر الاول في كل حاجه، يجي حته عيل ملوش 30 لازمه يمسح تاريخي كله كده بجرة قلم. ليه يا ابني حصل ايه؟ انا اتحول للتحقيق. انا ايه السبب؟ ادم عبد الحي. مش انتوا كنتوا قبضتوا عليه واعلنتوا ده في الجرايد والاخبار؟ هرب تاني وهربت معاه كرامتي وهيبتي. ما تقولش كده يا ابني، انت ولا اول ولا اخر واحد يحصل معاه كده. ولا عمره حصل ولا عمره هيحصل اصلا. يا ابني مسيرك تقبض عليه تاني. مفيش وقت يا امي، الامريكان عايزين يدخلوا يجيبوه، ولو وصلوا له قبل مني انا ممكن اتشل فيها. بعد الشر عليك يا ابني، ومالك واخد الموضوع على اعصابك كده ليه؟ هو ادم ده كان قتلك قتيل؟ اكتر يا امي اكتر. حياه امي ما هرحمك يا ابن صبره. بص يا عبد الكريم بيه، انا قبضت على عاطف واعترف لي ان هو وشوقي اللي قاموا بالسرقه، واللي اكد على كلامه ان البصمه بتاعته اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي احنا بقالنا كتير جدا بندور عليها. وادي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بياكد على كل الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده غير يا فندم ان هو اعترف لي ان هو وشوقي قتل واحد اسمه سمير مصالح. سمير مصالح ده كان اخذ الهارد من وراهم واتفرج على الفيديوهات، وطبعا فيديو الجريمه، ولما كلمهم علشان يساومهم عشان يسكت راحوا قاتلينه واخدوا الهارد للمره الثانيه. بس المره دي بقى سعادتك كسروه وحرقوه. ده على حسب روايه عاطف، وده بقى بيجاوب على لغز كان محيرنا بقاله كتير قوي، احنا ليه لحد النهارده مش عارفين نلاقي الهارد. بس لحسن الحظ سعادتك ان كان في واحد اسمه سيد جيجا كان واخد نسخه من الفيديوهات على فلاشه من ورا سمير مصالح لما كان عنده الهارد قبل ما يتقتل، والنسخه اللي انا وريتها لسعادتك احنا لقيناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجه، وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها او يبيعها لاي حد غشيم. اما بقى شوقي ده بتاع محل البيره اللي احنا كنا حققنا معاه من الاول خالص، وطبعا انكر ونفى التهمه عن نفسه، وكمان عرف يبعد شكوكنا عنه وتصرف في جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف، ولما اختلفوا اتخانقوا مع بعض، اما عاطف قتل شوقي قبل ما شوقي يقتله، وبقيه المسروقات كلها لقيناها في الشقه وحرزناها، وده كشف بكل الحاجات المتحرزه. متهيألي بقى كده سعادتك القضيه خلصت. يا هشام دي لفه صعبه قوي. معلش يا فندم، ما هي الحقيقه دايما بتبقى صعبه، بندور عليها كتير قوي، بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العداله وننقذ ادم من المجهول اللي مستنيه. يا ريت، بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه؟ احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحاول نثبت براءته، خصوصا ان القياده السياسيه رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر. بجد يا فندم؟ ده خبر جامد جدا. ادخل. ما عليك مطلوب للتحقيق تحت، يا ريت بقى تبقى اطمن عليك. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا فندم نبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا هشام. يا سيف عملت ايه في التحقيق؟ هنتلط يا باشا. ايه؟ واضح ان كلنا هنتلط بسبب الواد ابن صبر ده. من الواضح يا ادم ان انت لازم تهرب وتسيب مصر في اسرع وقت ممكن. اهرب ايه يا اخي؟ اهرب فين تاني؟ لحد ما يظهروا براءتك. اطمن، انا وكريم رتبنا كل شيء وفي اسرع وقت. احنا مش هنسيبك يا ادم، هنفضل معاك لغايه ما نثبت براءتك. كتر خيركم، انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، وانا برضه عملت اللي عليا وزياده. واضح ان ربنا ليه حكمه في كده. لسه في امل يا ادم، لسه في دليل ممكن يثبت براءتك. انا مش عايزه عمري اشوفك ضعيف كده. ومش معنى ان هما ما اعترفوش بالدليل لحد دلوقتي يبقى نسكت ونسلم، وهو ده اللي انا جايلك علشانه النهارده. يا ادم احنا مش هنفضل ساكتين ومستنينهم لحد ما يجوا يحققوا معاك. وهنعمل ايه يا علي؟ احنا مش جايين التحقيق عشان نثبت براءته. بايدينا نظهر براءته للراي العام ونحرجهم ونبين استهتارهم وفسادهم. ازاي؟ هنعمل صفحه للتضامن مع ادم على النت، ونسجل معاه حوار يحكي فيه الحقيقه، ونقول ان هم عندهم فيديو ومش عايزين يعترفوا بيه. طب فريدي انكروا ولا تخلصوا من الفيديو ده بالعند فينا؟ طبعا ده ممكن يحصل، بس على الاقل هنضمن ان هم مش هيقدروا يخرجوه بره مصر، لان ببساطه كل العيون هتبقى عليه ويتحكم في وسطنا في بلده بدل ما يتاخد مننا
ويعلم ساعتها ايه اللي ممكن يحصل فيه. هي فكرة كويسة، وسيلة ضغط ممكن تجيب نتيجة مفيدة جدا، على الأقل هتنشر الحقيقة وتخلي الناس يبصوا للموضوع بنظرة تانية خالص. كلام معقول جدا، أنت رأيك إيه يا آدم؟ ضحكتني والله. رأيي؟ على أساس إن رأيي يعني هيتاخد بيه؟ أنا عمري ما حد خد برأيي. على فكرة أنا كل يوم بقول رأيي. بس عادي، زي ما قلتوش بالظبط. اشمعنى بقى هيتصدق دلوقتي؟ يا ابني بطل تشاؤم، نفكر يمكن نوصل لحل، ولا انت عايزنا نفضل قاعدين كده حاطين ايدينا على خدنا؟ يا ادم زمان كانوا مسيطرين على الاعلام، انما دلوقتي في نت وفي مليون الف طريقه تقدر تعبر فيهم عن رايك بكل صراحه وحريه. الموضوع مش ان انا اقول رايي وخلاص، موضوع ان رايي يتاخد بيه. مش مهم ياخدوا بيه، انت مش قلت لي قبل كده فين بلدي مش واقفه جنبي ليه؟ بلدك مش حكومه وفساد بس، في ناس كمان. لو الحكومة مش هتقف جنبك ممكن الناس تقف معاك يا أخي. أنا مش عارف أفكر، اللي انتوا هتقولوه هعمله. قول يا آدم، قول كل اللي جواك. اسمي آدم أمين عبد الحي، مواطن عادي وأقل من العادي. أكبر حلم عندي إني أعيش مستور، وكل ذنبي إني أنقذت بنت بلدي ومرضتش بالظلم. أنا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي أو يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت أو مراتك أو أختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده، عملت اللي المفروض يتعمل. بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف مبقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الإيقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. انت اكتر واحدة متأكدة من براءة آدم وعايزة تساعديه، مش كده؟ اساعده؟ ده انا لو اطول في دي بعمري كله مش هتاخر لحظه. يا للدرجه دي؟ هو فداني بعمره كله وضيع حياته عشان يقف جنبي في لحظه غريبه قوي. انا كنت فاكر ان انا لوحدي، مش مصدق ان لسه في ناس في الزمن ده بتفكر بالطريقه دي. ادم يوم ما فكرش اتصرف باحساسه، انت عارف ده يمكن لو كان فكر كان مشي وسابني. ما اصل المشكله ان احنا بقينا بنفكر اكتر ما بنحس، ويمكن هو ده اللي خلانا بقينا شايفين بعض بس ما بنقفش جنب بعض. بالاسم متجمعين بس الحقيقه اننا متفرقين. طمنتيني. اتفضلي. ايه ده؟ فيديو دليل براءه ادم. بجد؟ أنا خدت نسخة من الحرز اللي في أمن الدولة وقلت أجيبها لك. بس ده مش خطر عليك؟ طبعاً خطر جدا. على فكرة هم وقفوني عن العمل، متهميني إن أنا هربت آدم. بصراحة أنا فعلاً اللي هربته. أنت بتعمل كده ليه؟ لأني إنسان. إنسان قبل ما أكون ظابط، إنسان شايف قدامه واحد بريء عمال بيتعرض لظلم وقهر حتى في وجود دليل براءته. أنت فكرت كويس قبل ما تعمل كده؟ فكرت.
وقررت بعد تفكير كتير على فكرة، واللي شجعني ان انا اخد قراري ان انا شفت الفيديو ده وقبضت على الراجل اللي سرق الامريكاني واتأكدت اني صح. ساعتها كرهت السكوت، سكوت على الظلم والقهر والعذاب والمهانة. للأسف انا كنت بضطر اسكت عشان دي اوامر وهي دي شغلتي. بس من النهاردة يا نانسي انا مش هسكت تاني ابدا. انت بجد اللي زيك وزي ادم هما اللي بيدوني امل في بكرة. المهم دلوقتي الفيديو انا عايزك تنشريه على كل الناس، انا عايز مصر كلها تشوفه. معرفش ازاي نانسي ادم دلوقتي ما فضلوش غير الناس، هما اللي بس في وقت الشدة يقدروا يدافعوا عنه ويحموه. خلاص يا جماعه انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا ضابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الضابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءه صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حتى تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا هعمله، بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي أقل حاجة ممكن أقدمها له مش كده؟ يعني الضابط هشام توقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر إن أنا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقولك إيه يا نانسي؟ انا عايز اطلب منك طلب، في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. اه انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبقى فاهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. صدقتوني صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الحمد لله، الف مبروك الف مبروك. ان شاء الله استاذ ادم يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله.